الأول بعد أن سجلت ودونت أيضا انطلاقة هذا الشوط وجود بشاير على المركز الأول. تهانينا والناموس من خلال هذا الانطلاق لبشاير التي أعلنت انطلاقها وتحدياتها ومسارها. تهانينا والناموس لهجن العاصفة. تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شوف هنا المقدمة وهنا الصدارة وبشاير المركز الأول تحمل هذه اللحظة، تحمل هذه الانطلاقة مبكرا هنا في صدارة مميزة لانطلاقة الإثارة، لانطلاقة اللحظات التي تبدأ في المركز الأول. وصلت مع هذه اللحظة مع الصدارة ومقدمة هذا الشوط. شوف المركز الثاني اللي بدأ يتضح الآن وجود هجن الرئاسة في انطلاقتها مع مشكورة لهجن الرئاسة في هذا التحدي أيضا في المركز. قدمت هذه اللحظة وانطلقت إلى المركز الأول. أتوقع أنها تحمل أوصاف البداية، تحمل هذه الانطلاقة. شوف شوف هذا المنظر، شوف المنافسة التي تحملها نهاية هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله بوجود الانطلاقة والقادمون أيضا في المنافسة. العنود لهجن الرئاسة في المنافسة وأيضا وجود العنود لهجن العصبة. ما شاء الله العنود هنتين ولكن عنودين. يا سلام يا سلام. الصدارة الصدارة أوصاف التحدي، أوصاف الانطلاق، أوصاف أوصاف في هذا الشوط. تحمل النهاية، تحمل الانطلاق، تحمل التهاني. هنا تهانينا والناموس لهجن العصبة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذه الانطلاقة التي أوصلت أيضا العنود في المركز الأول، هي أوصاف في المركز الأول من خلال هذه الانطلاقة النهائية كما كانت. قاد الشوط راس وبينهي الشوط راس وهو على مقدمة هذا الشوط منفرد حتى هذه اللحظات. وبانت بانت المنصة في هذه اللحظات. نرحب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم لحضوره ومتابعته هذا السباق في هذا المساء. مشكور يا ابو سعيد على هذا الحضور وعلى هذه المتابعة وعلى هذا الدعم. نرجع الى مكيف، مكيف وهو مكيف على المقدمة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، الحذر قادم ومكيف. سلام سلام عليك يا محمية مرغم على هذا الانتاج. وها هو مكيف يصل إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز مكيف المركز الأول. المركز الثاني الحذر. ونحن بالعين المجردة نساير مباشر على هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز. ونحن اليوم كلنا متميزين مع مباشر مع هذا الأداء الذي قدمه مباشر. سلام سلام عليك يا هجن العاصفة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمينه في هذا المساء وفي كل مساء وفي كل صباح. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. سعدت مساء يا ابو راشد على هذا الاداء المتميز الذي تقدمه هجن العاصفة. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة على فوز مباشر بالمركز الاول والهاتريك في هذا المساء لهجن العاصفة. تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدي الجتبي المركز الثاني، لهجن الرياسة المركز الثالث. مسيطرة من بداية الشوط، من بداية الشوط هي تقود كل هذه الأسماء، كل هذه الأسماء نحو خط النهاية وتقود كل الأسماء. مشاهدين الأعزاء قيادة سليمة وحكيمة. بينما المركز الثاني بدأت تقترب الآن وتشكل علامة الخطر الكبير هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويد. الله الخطير، ولكن سلودة واصلة، سلودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر باللاحد. بينما غاية خلاص انطلقت مشاهدين الكرام وسارت إلى نهاية هذا الشوط بالناموس والحب والورد والياسمين لتهديها لهجن العاصفة والعشاق هذا الشعار. تهانينا والناموس، هذه لحظات الوصول لخط النهاية. هملولة في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، مسلودة في المركز الثالث. الذهيبة مسيطرة وغزر تحاول، غزر تحاول والذهيبة هي المسيطرة من الجانب الآخر.
بينما غزر في المركز الاول، غزر في صدارة هذا الشوط، غزر لهجن العاصفة تليها هناك من الجانب الاخر، الذهيبة من الجانب الاخر بين البارع والواثق. روح يا اللي بتروح، تمتع يا اللي بتتمتع. شوف الواثق يقدم غزر اللحظة الاخيرة، والذهيبة تحاول، الذهيبة وغزر مشاهدين الاعزاء الميتين متر الاخيرة، ولكن غزر مسيطرة. الهجن العاصفة، هجن الرياسة تتقدم الآن في هذه اللحظة، غزر والذهيبة، الذهيبة وغزر، ولكن غزر تهانينا الهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار. الذهيبة في المركز الثاني لهجن الرياسة، بينما المركز ثاني وايضا همنون الاخر يصل في هذه اللحظات، ولكن هناك الانطلاقه مع كفو على صداره، كفو على المقدمه، على المركز الاول. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز كفو بالمركز الاول. شكرا يا حمد بن عبد الله يا بطير يا العامري على هذا الاداء لكفو وهو في الصداره في المقدمه في المركز الاول، يعلن الانفراده بصداره هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل ولحظة وصوله الى خط النهاية. ها هي لحظة الوصول، معلن الفوز وناموس، معلن انه بطل لهذا الشوط. المركز الثاني يأتينا هنا في ثاني المراكز هملول، والمركز الثالث ايضا هملول. النقد من هجن العاصفة والوصول ايضا من وصيف، هنا من هجن العاصفة مطفي من هجن الرئاسة، خماسية ماسية لمن الفوز لمن الناموس. الله، معركة بين الشعرين، ما شاء الله. الله هنا الصدارة مع شاهين من هجن الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الثاني وصيف من هجن الرئاس العاصفة، وهناك مطفي وشاهين في صراع. الله، مطفي هو صاحب المركز الأول. تهانينا لهجن الرئاسة ولحمد بن أحمد بن مايد الخيري. المركز يا وجود، ما شاء الله يا وجود على المركز الاول، على الانطلاق الاول مع شعار هجن العاصفة، مع شعار هجن العاصفة مع وجود، وهناك مع الشاهينية في المركز الثاني وسلهود في المركز الثالث. ثلاثية جميلة لهجن العاصفة بالظبيان تتدخل في هذه اللحظات لتنافس كذلك، ولكن وجود الامتار الاخيرة، الرقص يا مجمل الرقص في الامتار الاخيرة. روح بسلطان، روح هناك مع الامتار الاخيرة مع المراكز الأولى. يا سلام، هذه وجود على المركز الأول، وتأتي سلهودة على المركز الثاني، وتأتي الشاهينية على المركز الثالث. ثلاثي جميل، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للواثق بالظبيان في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان. الله يا الرقص، الله يا هذا المساء، الله يا هذه الانطلاقة الرائعة. يا سلام يا زمايم، شاهد يا مشاهد، تابع زمايم، تابع شعار هجن العاصفة، تابع يا جماهير. قادت الشوط من بدايته وقدمت 6 كيلومترات. هذا الرقص الجميل، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا يا الواثق، تحية وتقدير يا الواثق على المحافظة على هذا الأداء. يوفن السبق ولا يخلفن، نعم بالواثق وتضمير. يا سلام، هذه زمايم تصل إلى خط نهاية، معلن الفوز وناموس القابضة، وصلت في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مسيكة في المركز الثالث لمن هجن
الهود بالصدارة ينطلق بالمقدمة ومع المنتشي مع المنتشي من يتابع انطلاقة سلهود، ولكن ارصد لي ارصد لي ارصد لي التسلل مع المركز الثاني. ارى هني الحذر، ارى الحذر قادم بكل قوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والخطير احمد بن سلطان بن رشيد. سلهود مع المركز الثالث، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع نتابع سلهود اللي قفل على مجريات هذا الشوط. يا سلام في هذه الأمسية التراثية الجميلة، تهانينا تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز سلهود بالمركز الأول. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد. الشيخ محمد بن بطي الحامد. يا سلام التحديات التحديات جميلة، والمتحد المتحد المتحد ينفرد بناموس هذا الشوط. يا سلام والفارس الفارس قادم بلا هوادة بلا هوادة، عينه على الصدارة عينه على المتحد. يا سلام يا سلام يا سلام المعركة طاحنة في هذا الشوط، والمتحد المتحد يسير بخطى ثابتة لانتزاع الصدارة. تهانينا تهانينا لهجن العاصفة على فوز المتحد بالمركز الأول. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اللي وصل مع المركز الثاني الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث ثلاثية جميلة، ولكن هملولة على المركز الأول، هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. كذلك تأتي بي تأتي بي تأتي بي تنطلق بي في هذه اللحظات تتسلل إلى مقدمة الشوط بشعار هجن العاصفة. بي 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 حلوة البي، حلوة الأداء، حلوة الانطلاقة. يا سلام ما شاء الله. بي 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 تنطلق بالمركز الأول. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة. وهذه بي التي تنطلق بالمركز الأول وتعلن الفوز. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، وكذلك اعتماد بالمركز الثاني والمركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. مشاهدينا الكرام، اذا العنود هي سيطرت على زمام الامور في شوط الختام هنا في هذه المسيرة والتحدي والاثارة. هنا العنود وارى مزاد مزاد ومصيحة قادمات، مزاد ومصيحة والشاهنية، مزاد ومصيحة والشاهنية، والعنود رباعية 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 في هذه المسيرة. يا سلام الله الله الا مزاد مزاد تنطلق الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول. المزاد والنقطة الثانية هنا لهذا الشعار. تهانينا سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رابع المكتوم ولعلي بن راشد بن حمد بن غدير على فوز مزاد بالمركز الاول.